الأحد الثالث من شهر كياك، إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. الرحمة والحق التقيا، العدل والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة من يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال فأجيال للذين يتقونه. صنع عزة بزراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته، كما كلم آباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها، والمجد لله دائما.